تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري، فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري، تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأحداث على الساحة الدولية. وتشهد منافذ أمان وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع، كما تتسم بجودة عالية والانتشار الكبير لمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. كما تقرر بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من شهر يونيو القادم، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي تقترب من 1000 فرع. وقد حققت المبادرة نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في تخفيض الأسعار. نحب نطمن المستهلك ان المبادرة ممدودة معانا بكل الكميات، ومش عايزين الناس تقلق. احنا بنبعت رسائل طمأنينة ان كل المنتجات موجودة وبأسعار مناسبة، وفي بعض المنتجات بتوصل الى 60%. هو بصراحة انا كنت نازلة اشتري حاجات يعني لوالدتي وللأسرة عندنا، ولقيت ان في تخفيض في الأسعار كبير جدا وفرق أسعار. يعني انا لما كده حاسب لقيت ان في فرق أسعار كبير، كل العالم في ارتفاع شديد في الأسعار. تيجي مبادرة زي دي في وقت زي ده بصراحة خففت كتير عن المصريين، أسعار كلها في متناول الجميع، تخفيضات 30-40%، حاجات جميلة وفي متناول الجميع. يعني بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة دي، خففت عن الناس كتير. استفاد المواطنون من التخفيضات في شراء متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة مع وفرة المعروض من كافة أنواع السلع والتي تتسم بجودة عالية، وهو ما أشاد به وبحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عنهم مهما كانت الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار. هي المبادرة بصراحة جميلة، فيها خصم من 30-40%، الحاجات جميلة جدا في ظل الأسعار اللي احنا شايفينها العالمية ديت، فتعتبر حاجة كويسة جدا يعني. والله حاجة كويسة، وريت تستمر السنة كلها بحيث انها تظبط برضك السوق بره افضل وافضل. يعني السعر طبعا في المبادرة مختلف عن بره اكيد، يعني ألف السعر طبعا. شيء جميل جدا انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد وتقل في السعر. ربنا يخلينا الرئيس. بنشكر سيادة الرئيس وبنشكره على المبادرة دي، ودايما حاسس بالناس. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا. المبادرة انتشرت فعالياتها وامتدت على مستوى الجمهورية بكل المحافظات بتنسيق بين مديريات الأمن وكبار الموردين والتجار بكل محافظة، وهو ما انعكس على وفرة المعروض في السلاسل التجارية والشوادر المقامة لهذا الغرض. وقد حرصت الوزارة على توضيح عناوين السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في المبادرة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد وفعالية كبيرة حققتها منذ انطلاقها نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويظهر تأثيرها واضحا في المناسبات المختلفة التي تتزامن مع إطلاقها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع تأكيد على استمراريتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. لقد أسهمت مبادرة كلنا واحد في تخفيض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنسب كبيرة وتحقيق وفرة كبيرة في المعروض، وهو الهدف الذي من أجله أطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة برعاية رئيس الجمهورية، توفير السلع بأسعار مخفضة من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.